فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، الذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم وسلكوا منهجهم في نصرة الإسلام والمسلمين، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس بالانتساب فقط، أن يقول الإنسان أنا سلفي، أنا على منهج السابقين الأولين، بدون أنه يعرف ما هو منهج السلف ويطبقه تماما، لأن فيه من يدعي السلفية وهو لا يعرف منهج السلف، وفيه من يعرف منهج السلف لكنه يغلو فيه ويخرج عن حده، فهذا لم يتبعهم بإحسان. الكلام على من اتبعهم بإحسان بالعلم والعمل، بالعلم بحيث يعرف منهج السلف ما هو، وبالعمل بحيث أنه لا يخرج عنه يمنة ولا يسرى، لا يغلو ولا يجفو، هذا معنى الإحسان.